وقع عدد من نواب البرلمان الدنماركي بيانا للتضامن مع الشعب الإيراني ضد نظام الولي الفقيه، وأعلن البيان عن تضامنه مع جميع القوى التي تناضل من أجل الديمقراطية والعدالة ضد النظام القمعي الحاكم في إيران، وأكد دعمه للقوميات والأقليات الدينية في نضالهم من أجل إحقاق الحق. وأضاف البيان أن النظام الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية مسؤول عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال ارتكابه جرائم هائلة ضد المواطنين الإيرانيين.